طبعا الطاقة الاستيعابية لمجمع حبوب الدور هي 100,000 طن، تم استلام الكمية بالكامل، تم تخصيص مبالغ الفلاحين وإرسالها إلى المصرف هي 1 مليار، تعتبر نسبة ما يقارب 1%. الطاقة الخزنية للمجمع هي اكتملت إلى أن تم مناقلة 15,000 طن، وحاليا قيد التنفيذ هي إلى مواقع بغداد. نعم، سووا مناقلات، الآن احنا في صدد إجراء المناقلة اللي هي تبلغ 15,000 طن لغرض فتح مجال أوسع لاستيعاب ما تبقى من الحبوب المزارعين. والله هي وجبات، هي دائما تكون وجبات وحسب الأسبقية، أيضا تسلسلات تبدأ حسب التسلسل لكل فلاح. والله هي المشاكل ماكو موقع يخلى من المشاكل والمعوقات، لكن احنا المشاكل الحمد لله والشكر كمشاكل مع الفلاحين لا توجد، لكون نظام الطابور بانسيابية جيدة، ولكن احتياجاتنا هي اللي ناشد بها السيد المحافظ وسبق وان ناشدناه قبل وقبل، هي تبليط الشوارع الداخلية ودعم وزارة التجارة فرع صلاح الدين من التخصيصات اللي تأتي للمحافظة. نعم، ظهرت عندنا بعض المشاكل بهذا الخصوص العدس، وتم التغلب عليها بتوجيه من معالي الوزير والسيد مدير عام تجارة الحبوب إذا بقية إلى فرع صلاح الدين.